نريد أن نعرف من اختطف الإمام الصادر وأين الإمام الصادر، ومع هالمعلومات تتفضل تدلي فيهم للقضاء لنعرف حقيقة الإمام الصادر. صدقيني إذا بتعرفي الحقيقة نحن بنطلع بنحطك على رؤوس الأشاوس عروسنا. وليش السلطات اللي بيه مدالة عم تخفي هذا القضاء، هذا الموضوع؟ ليش بعدها عم تخفي قضية الإمام الصادر؟ اختطفني بعض القذافة لو صايرة معي وسام على صدري، مطرارة بأحضان معمر القذافي، ما كنا نحن نقول خذوا أسرارهم من صغاري. يعني بعض القذافي يملك كل المعلومات، واللي بيقول ما بيملك المعلومات مش عم يحكي مظبوط. تحمل، بس انت منك نيلسون مانديلا، انت ابن طاغي. بعرف خفايا مجلس النواب وشفتهم وفت على ألاعيبهم. تحسينات شو؟ بيروح السيء بيجي الأسوأ. راح نموت وبعدنا منشوف الديجانتير، نزال على الديجانتير اشت الكهرباء. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد يعقوب، حضرتك ناشط سياسي لأول مرة بتطلع معنا عبر لبنان أون. هذا شرف إلي أول شيء، ناشط سياسي. بداية خلينا نعرف ليش حضرتك قررت تكون ناشط سياسي. نحن بيت له 70 سنة بالسياسي، وهيدي العادة حبيتها وحسيت فيها يمكن إنقاذ لبلدي بمحل معين أقدر أخدم عبر شخص منبلش، لأنه أنا مؤمن ببلدي، مؤمن بهذا الشيء، مؤمن أنه بالنشاط السياسي أو بالعمل السياسي ممكن توصل لمكان معين، تقدر تخدم هيدي الناس، تقدر تساعد هيدي الناس بكل ما أوتيت من قوة. هذا هدفي وهذا طموحي وهذا شعاري وشعار عمي وشعار والدي وشعار كل إنسان مؤمن ببلده لبنان، لأنه لبنان هو وطن نهائي لجميع أبنائه. وأكثر من هيك أنا عندي مثل بحبه كتير، ومش مثل، البلد أغلى من الولد. صدقني عم بحكيك بقناعات، ما عم بحكيك وراء شهرة لا تعني لي. اللي بيعني لي بلدي، ومن اللي بيهمه بلده بيشتغل بصدق وبوفاء وبيكفي على هذا النمط، وأنا هيك مقتنع وبلشت ناشط سياسي لشوف لو ما بدي أوصل. بتقلي محتمل ما توصل لشيء، بقلك صدقني ما عم فكر بالوصول، عم فكر بخدمة بلدي وشو بقدر اخدم بلدي، ما عندي اي مشكلة. حضرتك من انت وصغير كنت على تماس باعمال مجلس النواب وغيرها؟ انا من انا وصغير كنت يافع في العمر، انا ذاك كنت موظف بمجلس النواب، توظفت عمري 18 سنة وفليت سنة 2011، وللمفارقة هون بدك تنتبه لشغلي، فليت ب 19/2/2011 وانا عيد ميلادي ب 17/2/83. فأنا فليت أنا ذاك لأنه لقيت حالي أنه مش عم لاقي حالي بهذا المحل. طبعاً بعرف خفايا مجلس النواب وشفتهم وفت على ألاعيبهم وبعرفهم كيف برا بيكونوا عم بيقتلوا بعض وجوا عم بيبوسوا بعض وعم يضحكوا، فهولي كلهم شفتهم. فأنا مضطر أني بهيديك الأثناء أترك هيدي الوظيفة لأني ما لقيت حالي فيها. شو كانت أنا الوظيفة؟ كنت شرطي بمجلس النواب، انتقلت لمحل تاني واشتغلت وعم أسس وما زلت أسس، وليس للشهرة. برجع بعيد، السمعة بتعيش أكثر منك بكتير. أنا بدي سمعتي وسمعت أولادي وسمعت عائلتي أهم من كل شيء في هذه الدنيا. أستاذ محمد، أنت مع الصورة اليوم المأخوذة عن شرطة مجلس النواب؟ يعني صورة بالإجمال سيئة يعني عن عامة الشعب اللبناني. ليك أنا بدي أقول لك شغلي وحدي، هيدا الموضوع أنا مش معه ولا رح كون معه دائماً. الحماية تأتي من أنت شو بتعطي للناس، شو بتقدم للناس. أكيد أنا مش أنا فليت من زمان، يعني بطلت مخضرم بهذا الموضوع ولا بيعني لي هذا الموضوع ولا بحب أحكي عنه لا بالمنيح ولا بالوحش. أكيد مني معه، بس هالقد ما بحكي أكثر من هيك. أستاذ محمد، رح نحكي بأكثر من موضوع بسياق هيدا الحلقة، أبرزها هلأ أنا شيء لخدمتك هون الذكرى 45 لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقه. الرواية نسمعها كل سنة من أكثر من طرف، كل سنة بيفوت طرف على الرواية. حضرتك اليوم أنت كمان ابن خيو للشيخ محمد يعقوب، شو الرواية الموجودة عندك؟ أنا أول شيء بفتخر أني ابن خي ذاك الشيخ الجليل الذي حمى بصدره عين الرماني بتلك الأوقات يوم الفتنة. هذا الرجل كاتم أسرار الإمام الصدر، هذا الشيخ أمين سر الإمام الصدر. كل يوم من فيق عريوية شكل ومن نام عريوية شكل، نريد أن نعرف حقيقة الإمام الصدر، نريد أن نعرف من
اختطف الإمام الصدر وأين الإمام الصدر؟ ليس من بشرى الخليل ولا من حدا. معلومات كتير بتتضارب، يوم أو تاني يوم أو تالت يوم استشهدوا، القذافي قتلهم. نحن بنقول استشهدوا لأنه هن جامعين للبنان ولا لأبعد من لبنان. كان الإمام الصدر كان عابر للقارات، هذا الرجل الذي حمى لبنان بأشفار عيونه، هذا الإمام الذي أسس المقاومة، هذه المقاومة من اليوم. نحن كل الكون ضد إسرائيل، إسرائيل عدو مطلق والتعامل معه حرام، وشر مطلق والتعامل معه حرام. فنحن كان عندنا مبدأ، وهذا الإمام علمنا هذا المبدأ، علمنا. وكان أيضا هو للطائفة المسيحية والسنية والدرزية والشيعية، لكل الطوائف. لم يكن إماما لنفسه، بل كان إمام لبنان وإمام المقاومة. فأقول للجميع صدقوني، حلنا نعرف قصة الإمام. هذا الرجل، نعم، هذا الرجل، أو اسمح لي أقول لك، هذا ألف رجل برجل، هذا حسين عصره. نعم، الإمام الصدر هو حسين عصره، والشيخ محمد يعقوب هو مسلم بن عقيل، سفير الإمام الصدر أينما كان. فبتمنى، والصحافي عباس بدر الدين ذاك الصحفي المخضرم والإعلامي الخطير، فدائما لازم نعرف حقيقتهم. 45 سنة كفى ظلما وعدوانا. اليوم بعد 45 سنة هل يعقل أن ما في ولا أي إذا بدك راس خيط عن هذه القضية؟ لك أنا سمعت محامية من كم يوم ورديت عليها، حكيت عن هذا الموضوع، وهي تدعي أن سيدي وجد رسول الله. لتدعي ومعها المعلومات تتفضل تدلي فيهم للقضاء، لنعرف حقيقة الإمام الصدر، نعرف هذا الرجل أين هو. يعني من المعلومات اللي قالت فيها أنه من 5 سنوات تم كشف على مقبرة كبيرة فيها برادات، وهونيك في دي ان اي، وطلبوا دي ان اي من عائلة الإمام الصدر بوقت. طيب أنت عندك هالمعلومات من 5 سنوات، ليش بتطلي هيدي السنة وبتحكين لنا عن الإمام الصدر بآب؟ بس فهمينا، يعني نحن بدنا نعرف الحقيقة. إذا أنت عندك الحقيقة أعطينا إياها، ونحن لك من الشاكرين. صدقيني إذا بتعرفي الحقيقة، نحن بنطلع بنحطك على رؤوس الأشاوس عروسنا، بتكوني ريحتينا، ريحتينا فكريا وقلبيا. انت ما عم تعرفي شو عم تعملي بمشاعر هيدي العيال، ما عم تعرفي شو عم تعملي بمشاعر اللبنانيين، لانه الامام موسى الصدر ليس لبناني للبناني فقط، بل لكل لبنان، بل لكل العالم. بس هالقد. طيب القضيه اليوم وين؟ ليك القضيه، السلطات الليبيه عم بتقول هلا ممكن يطلع احد الاشخاص انه انا عم بحكي. لا حبيبي لحظه، انا عم بحكي بصفتي الشخصيه، ومش بصفتي انه والله ابن عمي حسن يعقوب، او انا عم باخذ القضيه منه. لا 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 ابدا، انا عم باخذ هيدي قضيه لكل لبناني شريف، مش قضيه حسن يعقوب، ولا قضيه ابن السيد موسى الصدر، ولا قضيه ابن عباس بدر الدين. هاي قضيه لكل لبناني مناضل شريف بحب فكر الإمام الصدر، بيحب نهج الإمام الصدر، يعشق كلمات الشيخ محمد يعقوب، يعشق ألم عباس بدر الدين الجارح، وهو السلطة الرابعة في هذا البلد. فنحن لازم نعرف بهذا الموضوع. أنا بدي أقول لك شغلي وحدي، القضية صدقني صدقني لازم تبين بقى، بس ما تقلي عندي معلومات بقول لك صدقني لا، ما بملكها. مين المسؤول اليوم؟ السلطات الليبية، السلطات الليبية مسؤولة. من وقت انهيار معمر القذافي وموت معمر القذافي، صرنا نعرف، لازم نعرف. وليش السلطات الليبية ما دالت عم تخفي هذا القضاء، هذا الموضوع؟ ليش بعدها عم تخفي قضية الإمام الصدر؟ تيجي بتقلي حامل الأمانة ما زال بصدقه وبنهجه وبإيمانه وبيحبه للإمام الصدر وبيحبه لشيخ محمد يعقوب، ما زال هذا الرجل عم يشتغل بعقل ووجدان، وهو اللي قال انه انا الإمام الصدر بساوم على كل شيء إلا قضية الإمام الصدر، ومنه مستعد ليساوم لأنه منه بحاجة. هذا حامل أمانة، وهو صدقني هو مقاوم من الدرجة الأولى، قبل أن يكون رئيس فهو مقاوم، وهو تلميذ الإمام الصدر، وكل هاي الأمجاد هي من وراء الإمام الصدر، سواء بالمقاومة أم بأي شيء كان. لأنه الإمام الصدر برجع بعد لك إياها، هو رجل لكل لبنان وعابر للقارات، وليس للبنان فقط. اليوم السلطات الليبية عبر المدعي العام الليبي
عم تجرب تفتح الباب مع لبنان بموضوع قضية تغييب الإمام موسى الصدر، وبمقابل أنه تصير في نوع من التسوية بموضوع هانيبال القذافي. كيف ترى هذه الخطوط اللي عم يحاولوا يجوا يفتحوها مع السلطات اللبنانية؟ استاذ مروق، ليك اليوم هانيبال القذافي له من 2016 عند المعلومات بلبنان، أصبح اليوم بده يدلي هانيبال القذافي بمعلومات، صح؟ أول شيء اختطف هانيبال القذافي لو صايرة معي وسام على صدري وأفتخر به، ولا يهمني أحد، ولا يهمني في الله لومة لائم، لأنه اللي خطف الإمام الصدر والشيخ محمد يعقوب وعباس بدر الدين فعيب، عيب أنه ما يقول أنا اخطفت هانيبال القذافي كرامة شو وعشان مين. طبعا هانيبال القذافي لديه معلومات، بالزمان والده حارب سويسرا الملعون معمر القذافي، حارب سويسرا لأنه غلطوا معه بالأوتيل لهانيبال القذافي، أو يعقل بحارب سويسرا وما بيعرف هانيبال القذافي قضية موسى الصدر، وبتطلع المحامية تلك بتقول كان عمره سنتين، صحيح مترعرع بأحضان معمر القذافي، مترعرع بأحضان معمر القذافي، ما كنا نحن نقول خذوا أسرارهم من صغارهم، يعني لما كان صغير بيعرف السر ولما كبر بيعرف السر. وبدي أقول لك شغلة أساسية انتبه لها، هانيبال القذافي يملك كل المعلومات، واللي بيقول ما بيملك المعلومات مش عم يحكي مظبوط. مين بيأكد؟ هو هانيبال بذاته، هانيبال بذاته بيأكد انه بيعرف معلومات عن الامام الصدر. لكن ليش عم بيفاوض هلا المجلس الليبي؟ ليش عم بيفاوض؟ لو ما عنده معلومات هانيبال القذافي بيفاوض اضرب عن الاكل، ليش ما اضرب عن الاكل من سنة ومن اثنين ومن ثلاثة؟ ليش ما اضرب؟ اخي ما انت محبوس، انت مش محبوس حبيبي ولا معتقل، انت رجل اخذت منا ضوء عيوننا، اخذت منا الامام الصدر والشيخ محمد يعقوب عباس بدر الدين، مش راح نسامحك، مش راح نسامحك لا انت ولا بيك ولا حدا. تعطينا الحقيقه حبيبي، لك دينك ولا ديننا، ولا نمكن انه نساوم على هذه القضيه، شاء من شاء وابى من ابى. وهو اكيد عنده معلومات، اكيد اكيد عنده معلومات. طيب اليوم استاذ محمد هانيبال القذافي موجود بالحبس لانه اخفى معلومات، هل يعقل او هل من الممكن بالقانون انه بس لانه اخفى معلومات يبقى كل هذه المده داخل السجن؟ ليك بالقانون، بالقانون اذا بدنا نحكي قانونيا، هانيبال القذافي مسجون عند المعلومات لاسباب معينه، معك حق بهذا الموضوع، ولكن ليش ما عم يدلي بالحقيقه؟ لو ادلى بالحقيقه فل، صح؟ القانون عند القاضي زهر حمادي ما زال موقف هانيبال القذافي لانه يملك معلومات وما اعطاها للدوله اللبنانيه. لو منه بالقانون قادر يوقفه القاضي هاني زاهر حمادي كان خارج القضبان هانيبال القذافي، صح؟ اليوم هانيبال القذافي ليش بالقضبان؟ ليش وراء القضبان؟ لو هانيبال القذافي مش خاطف بيه الامام الصدر نحن شو قلنا عنده؟ وشو قلنا معه؟ شو قلنا عنده؟ ما قلنا شيء عنده، بس هو بيه خاطف امامنا، والرجل الذي اطلق الطلقه الاولى ضد العدو الاسرائيلي هو الامام الصدر، وكان دائما الى جنبه الشيخ محمد يعقوب. ما حدا يزايد، نحن هذا قاضي عم يشتغل ضميره وحقه، وهو بيعرف بالقضاء، ما حدا يسيسها للقضيه، ما حدا يسيسها، ما حدا ما حدا ما حدا. هيدي القضيه يجب ان نعرف حقيقتها، يجب ان هيدي قضيه العصر، انتبه قضيه العصر، لازم نعرف اين الامام الصدر، اين الامام الصدر، اين الشيخ محمد يعقوب، وانا عباس بدر الدين، انت بتعرف اعطينا الادله وفل يا خيي، فل روح، روح على بلدك، روح على سوريا مطرح ما كنت، ما كنت لاجئ سياسي بسوريا، رجع على سوريا يا خيي، بس تيجي تكذب علينا ما بتزبط معنا، ما بتزبط. ولو ما عندك معلومات ما عم تضرب عن الطعام، لانه انت قلت يوم اثنين شهر شهرين وبتنتهي القصه، ضليتك ساكت تحمل، بس انت منك نيلسون مانديلا، انت ابن طاغي وانت طاغي ويجب ان تحاكم، وعلى اراضي هذا البلد انت ابن طاغي وانت طاغي، وما راح نسمع، ما راح نسامحك، هيدا امامنا، هيدا حسين عصره، ما راح نسامحك.
هيدا القضية اليوم استاذ محمد بالنسبة للسلطات الليبية هي تحدي، وبيقول مؤخرا النائب العام الليبي ايضا انه يمكن تجاوزه عبر اجراء تعاون قضائي منصف بين الدولتين. انتم مع هيك تعاون؟ مين تقبلوا بهيك تعاون؟ لحظة، مين نحن؟ اذا بدك تحكيني كعائلة الشيخ محمد يعوض انا لا، انا عم بحكي عن حالي. انتبه بالبداية الحديث قلت لك انا بحكي بشخصي ولا انتمي الى اي حزب. كمقترح كيف بتشوفه؟ لا، المقترح بقناعاتي انه هاني بعل قذافي يدلي بالحقيقة. السلطات الليبية من 2011 رايح معمر القذافي، اليوم ابنه مش عم يرجع يستلم الحكم، ابنه هلأ بليبيا مش عم يستلم الحكم، قذافي سيف الإسلام نعم. ما عم يستلم الحكم. طيب هي يعني عم يرجع يقوي قواعده، كيف بدنا نرجع نوصل فيه لهذا نحن؟ إلا والإمام الصادر يا خيي، ونعمل لك قضاء، وشو القضاء بيحكي؟ ما فيش مشكلة، بس إلا والإمام الصادر. يعني ليش بدنا ناخذ نحن من محامية بتحكيك عن الإمام الصادر وانتم مش عم تعطونا، ما زال عندكم هالمعلومات، ليش مش عم تدلوا فيها للدولة اللبنانية؟ هلأ بيطلع واحد بيقول لك ايه ما فلان ما بده إياها. مين ما بده إياها يعني؟ مين ما بده ينكشف قضية الإمام الصادر؟ مين؟ تعال اتناقش أنا وياك، مين؟ بالعقل مارون، مين ما بده ينكشف قضية الإمام الصادر؟ أنا ما بدنا نسمي، إيه؟ أنت بتعرف بس لمين لما نقسم وجهه. لا لا مش مزبوط، لأنه هو هذا الرجل وما راح نسمي، هو حامل أمانة الإمام الصدر، هو حامل الأمانة، ما ممكن يخون هيدي الأمانة. وهذا الإنسان ما بيخون أمانة بلده، وما بيخون أمانة بحجم الإمام الصدر. كرامة شو؟ عشان مين؟ رجل أنت عم تشوف أمجاده بيمشي عشان بلده، وقديش بيحب بلده، وهو مع هذا الخط، وهو كفى هذا الخط وتعرض للموت وللاغتيال وكفى من أجل خط الإمام الصدر. ما حدا يجي يزيد عليه. أنا مش عم بحكي من هون من مجاملة إنه أنا عم جاملك، لا لا لا، في قناعات. 45 سنة مضت وذابت كما تذوب حبة الملح على كف المحيط، مش عم نعرف وين الإمام الصدر. لا بس هذا الشخص لو بيعرف من تاني يوم قال. طب ما هي عم نقول لك صار قديش له هني بعد الحبس، ابن الطاغي وين حدا عارف عنه شيء؟ طيب لو عنده معلومات ادلى بها طلع من الحبس، عنده معلومات بدوش يطلع من الحبس. يعني لو حامل الأمانة عنده هيدي المعلومات ليش بده يخبيها؟ يعني هو بتصريحاته مؤخرا قبل بشهر تحديدا بيقول انه في مساومة على المليارات الليبية الموجودة بالبنوك اللبنانية مقابل يطلع. هذا الكلام سمعناه من زمان، من سنين. هو كان يعني الملفت انه هو اللي قاله شخصيا. هذا الكلام سمعناه من سنين وسنين، ودائما انه قضية الامام الصدر في مصاري مقابلة. ابدا لن نساوم على الإمام الصدر والشيخ محمد يعقوب بكنوز الكون بمال هارون. ما من نساوم على الإمام الصدر، بده يساوم عليه حامل الأمانة؟ أكيد لا. هل بيأخذ رأيكم بدور أو يعني العمل اللي عم تقوم فيه السلطات اللبنانية بهذا الملف على قد المسؤولية؟ عم بيكون أكيد. في مماطلة بمحل معين ولا لا؟ أبدا ما في مماطلة، أبداً. يعني اليوم هل يكفي أنه نحط هاني بعل قذافي بس بالسجن وننطر يدلي بالمعلومات؟ ما مش عم يدلي بالمعلومات. أنت ما في مسار تاني تمشي فيه الدولة؟ من أي ناحية؟ قانونية أو قانونية ماشي الدولة بالقانون. ليش دبلوماسية؟ دبلوماسية من بارح السلطات الليبية لا تحركت. طب ما قالوا 6 سنين، ليش لمبارح لا تحركت؟ طب ما أنت قديش قالوا هاني بعل بالحبس، انتبه لهذه العبارة منيح، مش بالمعتقل، بالحبس. لأنه هني لما خطفوا الإمام الصدر ما حطوا بالمعتقل، هني حبسوا الإمام الصدر، بس نحن إمامنا من عده مش مخطوف ولا محبوس، هو عايش فينا كل دقيقة وكل ثانية، وهو هيجسنا ليلا ونهارا سرا وأعلانا. بس هاني بعل لازم يبقى بالسجون حتى نعرف حقيقة الإمام الصدر. اليوم الحقيقة موجودة بس عند هاني بعل القذافي؟ أكيد مش موجودة عند أشخاص تانيين. أو أنت سمعت تانية. المحامية، ما أنت سمعت مارون، وأنت إعلامي مخضرم، سمعت من كم يوم لبشرة الخليل شو حكيت، وحتى قالت اسم الصحافي غلط. نعم.
قالت اسم الصحافي غلط. انتبه، يعني هي يا اذا ملمه بهالموضوع بتحكي اسم انسان مخطوف اسمه صار له 45 سنه، اسمه السيد عباس بدر الدين اللي هو كمان جده رسول الله، وبتنسي بتقولي عباس شرف الدين، تنسي الاسم. يعني انا ما بعرف عن جد عن جد عن جد ما عم لاقي كلام اوصف حدا فيه، لانه نحن اصحاب القضيه، نحن مش عم بحكي محمد يعقوب ولا عم بحكي والدي ولا عم بحكي خيي ولا عم بحكي ابن عمي ولا عم بحكي عمومتي، عم بحكي قضيه راي عام، قضيه راي عام. هذا الامام يا عمي، هذا موسى الصدر، هذا اللي قال الطائفيه نعمه وليست نقمه، الطائفيه نقمه وليست نعمه. هيدا اللي قال أي طلقة تطلق على دير الأحمر فهي على ردائي وعمامتي. هذا هو الإمام الصدر، هذا هو. تنهي أستاذ محمد بهذا الملف، سؤال أخير هيك يمكن إذا بدك تاخده شوية وجدان، تعتقد اليوم أنه بعده الإمام موسى الصدر ورفيقيه على قيد الحياة؟ نحن نتمنى هذا الموضوع، صدقني صدقني العمر بيخليك تشتاق للإمام الصدر، لأنه إحنا ماشيين على خطى الإمام الصدر والشيخ محمد يعقوب، ماشيين على هذا الخط الذي وضعه الإمام الصدر. نتمنى من كل قلبنا، وإذا العمر بينهدى صدقني بقول له لعمي والله يرده إذا عايش، خذ عمري ورجع لأنه أنت بتفيد البلد أكثر مني بكتير، صدقني عم بحكيك قناعة. إذا العمر بينهدى بهدي عمري لهذا الشيخ الجليل، وبتدمع عيني لأني ما بعرفه، بس أنا عم بقرأ مسيرة حياته وبقرأ تعبه وأهاته وبقرأ قديش كان إنسان، هو صديق الإمام الصدر ورفيق درب الإمام الصدر ومستشار الإمام الصدر. فيوسف كان مستشارا لحاكم مصر، فأنا بقول لعمي مش لحلك للإمام الصدر، لأنه بالنهاية الله يرده بخير إذا عايش، ما رح أحكي أكتر من هيك. قلت لك لو العمر بينهدى بهدي عمري لعمي، لأنه بفيد بلدي أكثر مني بكتير. على سيرة البلد، اليوم عايشين بفراغ برئاسة الجمهورية، مش الأول مرة، بس يبدو التجربة بترجع تتكرر عند كل استحقاق. كيف تنظر لهذه المسألة؟ ليك أجمل شيء بهذا البلد، ولازم نحن ننتبه لهذا الموضوع، سنكون قطائر الفينيق ونحلق من جديد. أنا رح لك شغلي غير هيك، البلد أغلى من الولد. كل واحد بيجي بده يعمل رئيس جمهورية، الطموح أخي حقك تطمح، بس أنت خدت مركز لازم تجتمعوا بقى وتطلعوا رئيس رفقة بهالشعب. هذا الشعب يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم، أشد بكتير. هذا الشعب بعده عم يروح ويضحك، بس أيمتين بينفجر، بس رب العالمين بيعرف. وبلد بده يعيش على العرافين كمان ما عادش نقبل فيها، ما عادش نقبل فيها، لا لا لا. لازم بقى نحرر بلدنا من كل شيء. حررنا من إسرائيل، ولكن عدو برا ولا ألف عدو جوا، أو بالعكس تمام. نحن ما بدنا نكون إلا يد السلام. رئيس جمهوري ليش بدناش ننتخب رئيس جمهوري؟ شو السبب بديش يكون عندك رئيس جمهورية يا خي؟ يعطيني سبب. فلان بده فلان وفلان ما بده فلان، يا خي ليه؟ هذا رئيس كل لبنان، مش رئيس لإلي ولا إلك، هذا رئيس لينقذ لبنان بهيدي المرحلة، هيدي المرحلة الحساسة اللي نحن اقتصاديا منهارين، ماليا منهارين. انتبه، فراغات في كل المؤسسات، صحيح، لا استثني احد، اقولها بالصمت العاجز قليل الحيلة، ما عم نستثني حدا. طب ولا امتين؟ شو انتو شو ناطرين؟ بيقول لك نواب، بدي سمي يا خي، نواب تغييريين وثنائي واربع وجبران والقوات. تعال يا خي حبيبي، انتو اذا بدكم بلد اجتمعوا بطاوله وحده ديره وحده وتفضلوا انزلوا اعملوا بلد. ليش بدكم تعملوا بلد؟ ليش؟ شو السبب بدكم رئيس جمهوريه؟ شو عم تستفيدوا من الفراغ؟ لوين عم بيوصلكم الفراغ؟ بركي في شيء أبعد. أبعد لوين؟ بلش يحكي عن تغيير نظام لك إلنا سنين وسنين وسنين بنسمع تغيير الطائفية
والمداورة بالمدراء العامين، وقلنا سنين وسنين بنسمع نفس الحكي. هلأ بكرة شهر واحد بيبطل فيه مجلس عسكري، هلأ ما فيش مجلس عسكري، شهر واحد بيطلع قائد الجيش على التقاعد. طيب ما في مجلس عسكري، مين بده يقود البلاد؟ مين بده يقود الجيش؟ اللي بعده واقف هيدا العسكري اللي عم بيضحي، اللي عم بيضحي واللي عم يوقف من الصبح لعشية كرامة هذا البلد، لأنه مؤمن فيه ومقسم اليمين. طيب وشو بده؟ أنت مقتنع مارون، أنت بشخصك هلأ أنت مقتنع أنه والله في مداورة بالمدراء العامين؟ ما كانت تصير من سنة ومن اثنين ومن أربعة ومن خمسة لما كان البلد بأوجه ما كان فيها صحيح. الموضوع هلأ بده يصير؟ هذا الموضوع أبداً ما فيك تحكي فيه. نحن 18 طائفة أو إذا ما كنا 19 طائفة تبه، ولو ما إسرائيل على بحرك المتوسط ما حدا بيطلع فيك من العالم، وهذا هي لك ما الكل شيء إيده منك. هذا المغوص الفرنسي قاعد عم بيأجل مجيته على لبنان. خي ليش ما بتجتمعوا انتوا؟ ليش دايما بدكن حدا يعملكن بلد وبتطلعوا بتقولوا لنا جينا وانتخبناكن وحبيناكن؟ خي انتوا شو بدكن؟ حاكم مصرف لبنان 30 سنة وينه هلا؟ اليوم عم بقرا الصبح انه هربانه. خي لحظة ما بنعرف تمام المعرفة، بس بدكن تجيبوا حدا بتجيبوه ب 24 ساعة وأقل من 24 ساعة. بس انتو ما بدكم، انتو مبسوطين هيك وكما تكونوا يولى عليكم، ونحن ننزل نحضر حفلة. هلأ بيقولوا عم ينتقد الفنان، لا يا خي ما عم ينتقد الفنان، انا بحب الشعب ينبسط بس لما يكون بلد مرتاح. يعني بالزمان احد الاشخاص احد الرؤساء بيروح عند الرئيس حسني مبارك كمان رحمه الله بيقول له بدنا نتبرع على اللبنانيين. قال له يا حبيبي انا عندي حتة عيل راح لعنكم جاب مليون دولار قبل عمرو دياب من سنوات. انتبه انا مش ضد الفرح. واحد يجي هلا يقول لك عم يشتق لانه شيعي مثلا بدي احكيه، لا يا خيي انا مع الفرح ومع البسط ومع الانسجام ومع دائما، بس مش بهي الطريقه. بيجي فنان بده يلبس الشعب ابيض ونحن مش عم نقدر نجتمع مع بعض. حبيبي انت اليوم ادنى حقوقك لكهرباء لمي، انتبه، لا استشفاء. انت معك خبر مبارح ومن شهر ومن اثنين الضمان الاجتماعي اللي له على الدولة اللبنانية 5000 مليار كان، اليوم الضمان الاجتماعي ما بتفوتك مستشفى، ما بتغطيك. اليوم بتوصل على المستشفى اذا انت ما معك فريش ماني ممنوع تفوت. طيب بتيجي بتقلي عم يعملوا تحسينات. اخي تحسينات شو يعني؟ تحسينات شو؟ بيروح السيء بيجي الأسوأ. هلأ بدهم يقوموا لينا يا خي، ليش بدكم تقوموا لينا؟ لحظة، أنا ما عم بحكي عن شخص، عم بحكي عن مجموعة كاملة استلمت الحكم سنوات وسنوات وسنوات. بارح كمان لفت الانتباه، اليوم نحن بعالم في سوشيال ميديا أكيد. وفي فيسبوك وفي تيك توك وفي 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 بتقرأ بتصير تقلب وتقعد. بطلنا مثل ايام زمان نشتري جريدة النهار او الديار او السفير بسكري. تبي اليوم تيجي بتطلع اوف، انتبه لهذا الموضوع منيح. ما في ابدا شيء للحياة لانقاذ الحياة. سمعت من ايام إليح بيئة الكهرباء بدها تيجي 24 على 24، بعد لهلا بعد. انتبه، سمعت من جبران باسيل بسنة 2015 بتكون الكهرباء 24 على 24. سمعت من الوزير محمد فناش حتى ما يجي يقول كمان بال 2009 الكهرباء 24 على 24. من محمد بيضون رحمه الله هلا صار بديار الحق كمان الكهرباء رح نموت وبعدنا منشوف الديجانتير نزال على الديجانتير اشت الكهرباء. يا خي لا، بلد اثيوبيا 4 مليار دولار ضو بلد ضي وضيعة قد لبنان على 3 مرات ونحن ما في كهرباء. امبارح ما تخانقوا على الفيول وبيطلع رئيس حكومي بيقول لك بدي ادفع 7 مليون دولار مني لجيب الكهرباء. عن جد عم تفضل علينا، كتر خيرك، بنتشكرك ايها الرجل اللي بتملك اموال ما حدا بيملكها. بنتشكرك نحن عن جد، نتشكر محبتك لبلدك. ساعة بتبكي ومش عم تخلينا نقعد بالكهرباء. الكهرباء ليك انتبه، ادنى الحقوق للشعب يعيش منها موجودة. اليوم الحق على مين؟ على الناس ولا على السلطة؟ ديك هيدا مثل السؤال اذا الدجاجة قبل البيضة ولا البيضة قبل الدجاجة. ديك اذا هلأ حكينا على السلطة بيجوا بيقولوا لك انت محسوب عفلان، وحكينا على الشعب
طيب شو في يعمل الشعب؟ تعال أسألك سؤال. هو قلت لك بالبداية نحن 19 طائفة. كل طائفة بدها رئيس. صح. كل مدير في مكان بده يتعين بده يكون محسوب، حتى عند المسيحيين الأرثوذكسي والماروني والروم. انتبه انتبه، عند الشيعة يا بده يكون عند حزب الله يا بده يكون عند حركة أمل، عند السنة يا بده يكون عند سعد الحريري الله يطول بعمره ويخليه بصحته، لأنه عن جد زلمي. أنا برأيي هذا الرجل استغنى عن كل شيء مقابل أنه ما يكون بمنظومة ما تساعد بلده. وانتبه انتبه كم صفعة أكلها بال2011، كان ربحان انتخابات بال2009 شالوه عن باب أوباما، وما زال هذا الرجل، أنا مش سعد الحريري اللي شاله عن باب أوباما، أنا أو لا أحد. روق علينا شوي، هدي لنا بالك، روق روق. ما أنت منك عامل شيء، أنت منك عامل شيء، أنت منك عامل إنجاز، أنت بس بدك تحكي بالإنجازات بدك تكون عملها، بدك تكون عملها، مش على غريرة شو فيني يا منيرة. لا حبيبي، أنت منك عامل شيء ببلدك، أنت منك مصلح شيء ببلدك. استلمت الكهرباء دمرتها، دمرها دمرها. انتبه، هلا بيجوا بيقولوا عم بنتقدوا. ايه طبعا بدي انتقدوا. ست سنين رئيس جمهورية يا حبيبي، ست سنوات لم نجد، لم نجد، انتبه، انهيار الليرة صح، ثورة 17 تشرين صح، صح ولا لا؟ صحيح صحيح. كنا وصلنا لحرب أهلية مرة واثنين وثلاثة صح ولا لا؟ صح. بس هل هي صدفة انه اذا حصل كل هذا بست سنوات؟ انتبه، عنده رؤيته هو المعاكسة، المنظومة هي انت اذا هي انت اللي تسببت. مروان اذا انت عندك، معلش، عندك رؤية ما بتطرحها، انا بكون عندي مقابلة معك بخلي حدا يلقمني من ورا، كيف هيك؟ ما كان عنده مقابلة ما عم يعرف يحكي. هلا بيجي بيقولوا لك اوب يا خي انا مش ضده، يجي رئيس لك، يجي رئيس عن الطريق يخدم بلده، نحن بنرفع له القبعة وبنعمل ظهرنا جسر ليمشي عليه. وما عم بحكيك باسم أحزاب حبيبي، أنا مش مع أحد، أنا مع وطني، وقلت لك إياها وبكررها مرة واثنين وثلاثة وعشرة، البلد أغلى من الولد. أنا مش عم بحكي عن نفسي، أنا عم بحكي عن ولادي وعن الجيل الجاي. أخيه أعطيني هني زيتهم عم بيضلهم، شو عملوا إنجازات للبلد؟ مش عم بحكيك عن واحد، حكيتني عن ست سنوات، بدي احكيك عن قبل الست سنوات. مين عم يعمل انجاز؟ بياخذوا من البلد وما بيعطوا، ما عاش في شيء البلد. خيي والله ما عاش في شيء البلد. ليش بيجددوا لهم العالم؟ قلت لك، قلت لك اليوم الطائفية، نحن لو في رئيس واحد كان من زمان كان في ثورة بالبلد غير هيدي الثورة اللي صارت، وكان خلع وانزت كمان زت زين العابدين بن علي، وكيف راح معمر القذافي المقبور، واللي بده يزعل يزعل واللي بده يرضى يرضى عربيا واقليميا. هني بعد القذافي خطف الامام الصدر، وبيو خطف الامام الصدر. انتبه، فمثل ما انخلعوا هول ولا بتيجي بتقول الربيع العربي، خيم هذه سياسه طول عمرها، لا عداوه دائمه ولا صداقه دائمه، مصلحه دائمه. كل الدنيا هيك، بالسياسه ما في عداوه دائمه ولا في صداقه دائمه، في مصلحه دائمه مع الكل. بس نحن لا عم نمشي بالمصلحة. يعني هذا هذا ولي العهد السعودي تخلى عننا ولا لا؟ تنكر هذا الشيء؟ ما عم يتطلع فيك صح؟ صحيح. طيب الإماراتي ما عم يتطلع فيك صح؟ السوري باله بحاله، السوري مع احترامنا للرئيس الأسد وانتصر على الإرهاب، بس بالنهاية انه بده يخلص بلده، بلده منهار، ليرته مبارح قديش انهارت صح؟ فكل واحد بده حاله، ونحن ما بدنا حالنا. يعني انت تخيل مثلا بيجي مبعوث فرنسي على لبنان بيعلقوا على صباطه، بك يا ابني هذا جاي يخلصك، يا ابني هذا جاي يساعدك، لانه انت معود تلبس الماركات وبالك بهالشغلات، ما بالك ببلد. انا وانت واي شخص كان بس نحط التعاون يبني المجتمع، بس يكون في تعاون بده ينبنى المجتمع، شاء من شاء وأبى من أبى، بس ما في تعاون. والطائفية زادت هذا الموضوع، زادته، كل واحد بيتصلح ورا طائفيته مش ورا وطنيته.
بيتصرح وراء طائفيته. لو بيتصرح وراء وطنيته ما كنا وصلنا له. بنهي معك استاذ محمد بموضوع دور لبنان للمئة سنة اللي جاي. بالمئة سنة اللي قطعت كان مستشفى الشرق وأوتيل الشرق وغيرهم، اليوم صارت كل البلاد اللي حول منا صار عندك كل هيدي المرافق وغيرها. اليوم لبنان عم يبحث عن دوره للمئة سنة اللي جاي، شو لازم يكون لبنان؟ أنا رح أقول لك شغلة واحدة، كنا سويسرا الشرق، كنا نتغنى بهذا البلد، وهذا البلد لنا، ولن نقبل بعد اليوم إنه حدا يجي ياخد أحلامنا من عيوننا. هذا البلد هو ضوء عيوننا، ما عادش تزيدوا علينا. بالنهاية رح أقول لك شغلة واحدة، ذهب بعض الأشخاص على القبور طلع هيك قال لهم أنت اللي مفكر حالك إنه البلد بدونك ما رح يمشي، لك وينك؟ هي البلد ماشي. ومن كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، ومن يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ربنا رح يرقف بهالبلد، والمسيح رح يخلص هالبلد. انتبه، لأنه نحن بالفترة القديمة كنا بعيد مريم العذراء، صحيح. هذه الامرأة البتول اللي آتت بالمسيح الذي أحيا الموتى وأشفى البرصة، فننظر إليك بالله عليك حني، أو بالله عليك نطلب منك حني على لبنان وصلي لأجل لبنان. ومنطلب أيضا من الجميع تشيل الطائفية ونشتغل بوطن لنبني الأوطان. وانتبه، على سواعد الأبطال تبنى الأوطان، وعلى سواعد القادة تبنى الأوطان. هو القاضي بيعتقد زمان ولا، ولكل زمان دولة ورجال. إن شاء الله بيكون في زمن جديد، مش رح لك 100 سنة، 100 سنة ما حدا ضامن عمره بعد ثاني. عم اقول لك خلينا 10 سنين لقدام خيي، تيجي هالكهرباء، نرجع نعيش بلدنا صح، نطلع من محسوبياتنا. وبدي اقول لك شغله وحده تنتبه لها منيح، شخص بيستلم 3 مواقع كانه ما في غيره، من اي طائفه، من اي طائفه؟ طب ليه يا حبيبي؟ سلم لغيره، بركي غيره عطى احلى منه، بركي غيره فات بلده. هلا بس ما بدنا شيء تاني، احنا ما عم نطلب ليك، انت عم نطلب انا وياك واي شخص عم نطلب الحد الادنى من حقوقنا، صحيح، الحد الادنى، ما عم نطلب نحن الاوفر حبيبي. نحن ما عم نقول لك بدنا نكون قاعدين بسويسرا، بس ما نحن كنا سويسرا، انتوا اللي عملتوها مش سويسرا، عملتوها غوانتانامو، غوانتانامو عملتوا لبنان كرمال مصالحكم الخاصه. ما عادش تزبط معنا هيك. أنا بدي أقول لك شيء تنتبه له منيح، أعشق بلدي حتى الجنون، حب الوطن إيمان، واللي بيؤمن بحب وطنه. انتقدت طبعا، بدي انتقد، بتقلي محمد بعدك اليوم طالع على الإعلام ومبلش عم تحارب، أنا ما عم حارب، قلت لك أقولها بالصمت العاجز قليل الحيلة، أغيثوني والله الموفق، بس عن جد أغيثونا والله اللي بيوفق الكل، الله بيوفق كل العالم. وقلت لك برجع في الختام انه انا لما حكيتك عن الشيخ محمد يعقوب ما حكيتك بس لاني ابن خيه وهو عمي خيبي، فرح لك قالوا اني الحديث سيدي محمد، قال له لعمه الحمزة ادركني يا عماه، فانا بقول له ادرك لبنان يا عماه، بس هالقد.